من الأعمال اللي تعجبتني بالمعرض هي أعمال للخزافة النحاتة راشي، الحقيقة مميزة في بناء الفورم الخزفي والشكل الخزفي، وأيضا هي نحاتة مميزة أيضا وفنانة لها قدرة كبيرة في بناء الأشكال اللي أنتوا تشوفونها. تستخدم طينة مميزة راقية جدا، وأيضا طينات كلها ملونة ذاتيا، ومثل ما تشوفون نجحت في هذا المعرض في تقديم مجموعة رائعة جدا ولاقت إقبال الجميع.